معنا الأستاذ حسن من مصر. أهلا بك يا أستاذ حسن. الحمد لله، أخبارك؟ اتفضل بسؤالك سريعا. سلام لكم وللشيخ سلام. جزاك الله كل خير. سلام لكم وللشيخ سلام. جزاك الله كل خير يا أستاذ حسن، وتحياتنا إلى كل أهالي مصر الحبيبة. اتفضل بسؤالك سريعا. نعم. طيب، هو سؤال يعني لشيختين، الشيخ الأول اللي مات أبي والدي توفى، وكان متزوج بزوجة، يعني أمي كانت متوفية. أمي كانت متوفية، فكانت زوجة أبويا يعني. فالمهم أبي ترك يعني بيت ورث، وطبعا في حاجة اسمها خارجة. الخارجة دي اختلفنا عليها، إن هي هل من الميراث أو مش من الميراث. الخارجة اللي بتخرج اللي هي مكافأة، الميت يعني. مكافأة اسمها مكافأة الجنازة بالضبط. من المؤسسة اللي كان بيعمل فيها. نعم. مصاريف الجنازة. أو مصاريف الجنازة. مصاريف الجنازة. اللي بتخرج. دي ده الشق الأول. فاحنا اختلفنا هل يعني الخارجة دي من الورث تقسم على كل الورثة ولا لا؟ مين اللي صرف على الجنازة يا أستاذ حسن؟ احنا طبعا احنا اولاده. من جيبك ولا من مال والدك؟ احنا اللي صرفنا على الجنازه. صرفت من مال والدك؟ من مال والدي. من مال والدك؟ صرفت من مال والدي. يعني كفنته وغسلته ووديته ودفنته من ماله، من مال والدك، صح؟ من مال والدي. وبعد كده جت مصاريف الجنازه بعد كده، مش كده؟ وجت مصاريف الجنازه بعد ما بيصرف. يبقى ترجع تحط مصاريف الجنازه دي. تحط مصاريف الجنازه دي مكان الفلوس اللي انت خدتها من مال والدك، ويقسم ذلك على جميع الورثه. تمام كده؟ طيب، ويقسم ذلك على جميع الورثه. اما لو حد فيكم صرف من جيبه الخاص، لو انت صرفت من جيبك الخاص على مصاريف الجنازه، بعد ما تجي مصاريف الجنازه من الجهه الحكوميه دي انت تاخدها، يعني ترجع مكانها تاني كانه دين وبرجعه لك. طيب استاذ أيوة. حسن، يعني حضرتك قلت لي والدك توفى وترك الزوجة الثانية اللي هي على قيد الحياة، وأيضا عدد الأبناء والبنات أيضا يا أستاذ حسن. كان أربعة، ثلاث بنات وأربعة صبيان. طيب، ترك بيت وقلنا مصاريف الجنازة، في حاجة تانية تركها؟ لا، ما تركش حاجة تانية غير البيت. طيب، ومصاريف الجنازة. سؤالك هنا يعني كيف يقسم البيت؟ لا، البيت خلاص. طيب، معروف قسم. لكن احنا بنتكلم على المصاريف اللي هي بتطلع، اللي هو الشيك اللي بيطلع بتاع الجنازه. طيب خلاص، اللي هو مصاريف الجنازه. نعم يعني. وفضيله الشيخ اجاب على حضرتك. نعم. طيب يا فندم، بس في سؤال مهم تاني. طيب اتفضل. في يعني اخ يعني ليه زوجه، فالزوجه دي هو كان حالف عليها اللي هي ما تعملش صفحه عن النت والحاجات دي. كويس. المهم هو هي اكتشف ان هي عامله صفحه وبتكلم حد غيره يعني. كويس كده. بتكلم رجال يعني. مكالمات بتكلم رجل. مش رجال، رجل واحد. كويس. والراجل ده ما احنا عرفناه. كويس كده. وفي صور هي مصوره، هي منقبه وهي مصوره نفسها. لا حول ولا قوه الا بالله. كصور يعني ومصوره نفسها وبعدها. خلاص، بدون تفاصيل يا اخ حسن، قول لي السؤال بدون تفاصيل. فين سؤالك؟ السؤال طبعا الموضوع واقف على طلاق وفي ابناء. تمام. هو حلف عليها قال لها ايه؟ كويس. هو طبعا هو مش عاوزها ترجع خلاص. هو واقف على الطلاق. يعني هو عايز يطلق. هو عايز يطلق، مش كده؟ عاوز يطلق، ما فيش كلام. تمام. بالظبط كده. فهل الزوجه دي لها حقوق ام ما لهاش حقوق، او ايه وضعها؟ تمام. او يعني ايه؟ سؤال جميل. تمام. حاضر. سؤال جميل. حاضر. شكرا لاتصالك استاذ حسن. والله في الحقيقه سؤال جميل يعني. نعم. اذا تعدت الزوجه فضيله الشيخ يعني حدود الشرع، والزوج يعني اراد ان يطلقها، فهل هذه الزوجه لها حقوق؟ الموضوع ده موضوع شائك في الحقيقه، ومهم جدا ان الناس. نعم. تنتبه لكل اللي انا هقوله ده. طيب تفضل. اولا انصح الزوج إن استطاع أن يستر وأن يأخذ بيد زوجته إلى الله عز وجل، وأن يفتح أمامها باب التوبة، فهذا أولى وأفضل من الطلاق. وأقول إن استطاع هذا أولى وأفضل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى:
وأن تعفوا أقرب للتقوى. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله يحب العفو. فإن استطعت أنك تستر على زوجتك، الكلام ليس الأخ حسن طبعا، للشخص صاحب السؤال، نعم. يبقى كتر خيرك وجزاك الله خيرا، وتعينها على التوبة، وربما تكون هي بعد التوبة أفضل من قبل المعصية. وكثير ما قرأنا وما سمعنا عن ناس اتبدلوا 180 درجة عشان بس الناس سطرت عليها وخدوا بإيديهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوبة. طب إذا لم يستطع؟ النفس غير قابلة لما حدث ولا يستطيع أن يستمر معها في الحياة، يبقى لا يفضح، لا يفضح ولا يشهر ولا يتكلم عنها بكلمة واحدة، لأنه كل كلمة هتقولها عليها حرام عليك. وإن فعلتها فضيلة الشيخ؟ حتى لو فعلت، فعلت مستترة حيية خائفة من ربها في لحظة ضعف. ومن منا بلا ذنوب ولا معصية، يعني ما يجيش هو بقى انت مش قادر تكمل معاها ومنتش قادر تاخد بإيديها إلى التوبة، مش قادر تعلم نفسك ان كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، منتش قادر تاخد بإيديها إلى التوبة، وربنا يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وقد يكون ذلك سببا في دخولك الجنة، الستر والمعونة على التوبة. منتش قادر تعمل كده، يبقى اوعى تفتح بقك بكلمة، وأي كلمة هتقولها يبقى حرام عليك لا عليها. يعني ممكن يقام فيه حد القذف؟ ولا طبعا طبعا، لو طبعا يقام عليه حد القذف طبعا. هناك أدلة فعلتها؟ هات لي دليل حضرتك. ما هو هناك صور، ألم في صور؟ هذا لا يثبت في حقها فاحشة. طب وهل هذا لا يثبت في حقها فاحشة؟ نحن يعني نضرأ، شوف حضرتك احنا عندنا الشرع بيقول ايه؟ نعم، بيقول نضرأ الحدود بالايه؟ بالشبهات. اضرأوا الحدود، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اضرأوا الحدود بالايه؟ بالشبهات. طب واحد بيدعي على وحده حاجه، على زوجته حاجه، نقول له روح هات 4 شهود وتعالى، 3 معاك يعني على الاقل، وهذا مستحيل تقريبا. احنا عايزينه مستحيل، زعلان ليه؟ يبقى ما تكلمش بقى، طالما مستحيل يبقى ما تكلمش، افتح بقك بكلمه. طب هي بعد كده ممكن يقول معاك شهود؟ اه لا معيش شهود. اه معايا شهود. طب قول لي الشهود شافوا ايه؟ شافوا صور. يقام عليكم كلكم حد القذف، وهي بريئة. يا شيخ ده في صور بريئة، احتمال الصور يكون فيها لعب، احتمال مش عارف ايه، احتمال ايه، دي بقى اسمها الشبهات. ادرأوا الحدود بالشبهات. طيب يعني ليه المقصد هنا من الشريعة بتعمل ايه؟ حفاظا على الستر وعلى استمرار الحياة. السيدة دي نعم. بعد كده كيف ينظر اليها المجتمع؟ انت راجل ومش فارق معاك حاجة. اتق الله، اتق الله. في امرأة والست دي احتمال تكون ام ولادك لو عندك ولاد منها. طب ما عندهاش ولاد، هندمرها؟ هتجعل الشيطان عونا عليها؟ طيب هتعمل ايه الست دي؟ ما عايزينها تتجوز تاني وتعيش حياه جديده. طيب يمكن تتوب وتبقى احسن منك عند ربنا سبحانه نعم وتعالى. نعم، هنا فضيله الشيخ يعني نفسيه هذا الزوج لا تقبل اطلاقا ان يستمر معها في الحياه، يطلق. اذا هنا يطلق، يطلق ولا يتكلم. طب هل هذه الزوجه فضيله الشيخ او هذه المراه تستحق يعني حقوقها من النفقه؟ دي مساله اخرى بقى. ما هو دي مساله كده اخرى، دي مساله اخرى. يبقى الاول الاول سيطلق، يبقى لا يتكلم. طيب طب ولو تكلم يغرم؟ تمام، احنا ما عندناش حد بيقيم الحدود دلوقتي، لكن هنغرمك بقى لو اتكلمت في حق الست دي كلمه، هنغرمك، والغرامه اللي هنغرمها لك اكبر بكتير جدا من حقوقها الزوجيه. تمام، ده كويس كده. تمام، لكنها إذا الراجل خلاص قاعد مع مراته حكما من أهله وحكما من أهلها، والراجل محبش يتكلم في أي تفاصيل خالص، وراجل محترم جدا ولم يسئ إلى زوجته حتى ولو في الجلسات الخاصة، بيقول لها أنا هطلقك ومن سكات ولا هسئ إليك بربع كلمة، اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى في الحالة ديت إذا كان الطلاق بهذا السبب تسقط جميع حقوقها الشرعية، واخد بالك؟ نعم. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مبينة. ولكن نعم. الفقهاء برضو للأمانة قالوا الفاحشة المبينة وهي الزنا. طب غير الزنا ليست فاحشة مبينة؟
خد بالك ازاي؟ ولكن الرجل الشرقي لكن الشيخ يعني لا لا شرقي يعني ولا غربي يعني لا, يعني لا لا اصل دي حالات في الواقع فضيله الشيخ في المجتمع هو حضرتك يعني بتسالني هو يقتلها ولا يديها حقها؟ يعني الاول قول لي بس لا لا السؤال لا, لا, لا السؤال يعني حضرتك يعني معظم مثل هذه الامور يعني الزوج لا يقبل اطلاقا ان هو يستمر مع زوجته الخلاف في النفقه مش في نعم. في القبول نعم. انا قلت له مش هيقدر يكمل يبقى هي ما تاخدش نفقه هي شرعا تسقط النفقه لكن طب كرامة نعم كرامة ومعونة لقاها ظروفها صعبة يديها يديها حقها وبعدين دي مش فاحشة مبينة يعني ما تيجي كده حط دي نعم. في نظر الشرع أنا لا أستهين من بالمسألة لا لكن في فرق ما بين تصنيفات أو كيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى جرائم وأفعال العباد بعيدا عن الوعظ الوعظ قلناه دلوقتي نعم. وعظنا الناس لكن في تصنيف الشريعة دي هذه ليست فاحشة مبينة واخد بالك رغم ان هي امر يسيء الى علاقة الزوجية وكل شيء وحرام اللي هي عملته حرام شرعا نعم. لكن الرجل لو يستطيع ان هو يسطر ويكمل يبقى كتر خيره وجزاه الله خير مش هيقدر يكمل علاقة زوجية يبقى يسطر ويطلق طيب هل هنا فضيلة وفي الحالة دي بقى تسقط حقوق اللي هي ايه هتسقط بس النفقة المتعة لكن لا ترد له المهر الذي دفعه لا 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 لا. إذا كان لها مؤخر صداق فيما بعد هل تاخد مؤخرها تاخد نفقة العدة لكن تسقط بس نفقة المتعة بتاعتها طيب جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ